الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا، شو هالمفاجأة؟ الله يسلمكم يا رب. رمضان كريم شهر. علينا وعليكم يا رب، شو هالمفاجأة؟ كنتي في المالديف أو بلندن؟ في المالديف. طب بتفضلي السفر بالليل أو بالنهار؟ يعتمد، ليل نهار. مكياج خفيف أو تقيل؟ خفيف طبعا. عطور عربية أو فرنسية؟ فرنسية. أغاني عراقية أو خليجية؟ الاثنين مع بعض. برجر أو سوشي؟ سوشي. كعب عالي أو فلات؟ كعب عالي طبعا. وشنطتك بالسفر بتكون خفيفة أو دائما وزنك زايد؟ أشوفكم الشنطة أحسن. طبعا أجواء رمضان وفايب رمضان مختلف هذا الشهر خلال السنة، بما أني أنا كثير أسافر فأستغل هذا الشهر أني أتجمع مع أهلي أكثر، صديقاتي، العزومات اللي تصير، فهذه الأجواء كلش أحبها في رمضان. هذول أهم عدة أخذها معاي في السفر، مستحيل أستغني عنها. طبعا بس أهم شنطة هي شنطة البودي والسكين كير، وطبعا لازم اشوفكم اهم منتج عندي واتوقع كل البنات هو المويسترايزر. هذا المويسترايزر يعني من افضل الاشياء اللي استخدمتها او البراندز، خصوصا في رمضان لازم دائما تكون بشرتي ترطيبها عالي بما انه صيام وممكن يصير في نسبه جفاف في الجسم، فاكيد لازم مويسترايزر معايا في كل مكان خصوصا رمضان. ثاني عدة البخور، حتى متابعيني يعرفون شقد أحب الروائح حلو البخور للشعر وللملابس، وعدة الشعر أكيد مع البنات دائما. سؤال المسابقة لليوم، شو المنتج اللي ما أستغني عنه في كل مكان لعنايتي ببشرتي؟ كل عام وانتم بألف خير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. أسرة بوتيكات نورتونا وشرفتونا.